من يحدد هذه الرؤية يا أستاذ؟ يعني في الولايات المتحدة مثلا عندما يأتي الرئيس هو يأتي برؤية الحزب الديمقراطي الجمهوري وأيضا الفريق المعاون له. نيجي لبريطانيا نفس الشيء، في إيطاليا نفس الشيء. هذا الرئيس يأتي بلا حزب، فبالتالي مين اللي بيحدد هذه الرؤية؟ ما هو هنا ده المشكلة إنه أنت واحد ما عندك، يعني أنا الراجل ربنا يكون في عونه جاء في بلد جرف، جاء في بلد لأسباب كتير قوي ولأخطاء تاريخية مش عايزين نخش فيها، دخلنا في مسالك وعرة، والراجل جه لقى قدامه أرض في منتهى الصعوبة، ولقى التحرك للمستقبل، طرق المستقبل كلها فيها عقبات، عليها عقبات لابد أن ترفع لكي يستطيع هذا البلد أن يتقدم قدام. وبعدين لابد أن تكون معه قوة واضحة، لكن شرط وجود القوة الواضحة معه أنه الخطاب، أيضا الخطاب الرسمي، يكون دعوة فيه واضحة إلى مشاركة الجميع، والدعوة فيه واضحة إلى مواجهة مواقف محددة ومفصلة ومدروسة. أنا بخشى إن إحنا من خشيتي إنه إحنا بنواجه ما لم ندرسه بقدر كافي.